صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي مباشرة من أمام تمثال المغترب. اليوم هو جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس مجلس نيابة وأيضا نائب الرئيس بالمجلس. لا تزال الاتصالات حتى هذه الساعة تتكثف للوصول إلى اسم الشخص الذي يكون نائب الرئيس من بعد ما بات محسوم وصول الرئيس نبيه بري إلى هذا المجلس وترأسه له. نحن موجودين اليوم أمام تمثال المغترب، وليه؟ لأنه في النواب المستقلين قرروا بأنه قبل أن يدخلوا إلى مجلس النواب يجب عليهم الوقوف هنا أمام تمثال المغترب ومقابل مرفأ بيروت لربما يتعاهدوا إلى أهالي الضحايا الموجودين خلفي في هذا اليوم. 15 نائب دخلوا إلى البرلمان النيابي، 15 نائب مستقل موجودين. سعادة النائب يعطيك ألف عافية. يعني اليوم بداية قررتوا أنه تكون من هون، شو بتقول لأهالي الضحايا؟ بدي أقول لحالنا نحن كلنا أهالي الضحايا. الضحايا بيمثلوا وضع كل لبنان، هذا اللي نحن عايشينه صرنا 30 سنة أودى لهيدا التفجير يلي للأسف سقط فيها 220 ضحية. اليوم هيدا بيمثل الأهمال، الإجرام، غياب القضاء، بيمثل هيدي السلطة لوين أوصلتنا. يلي عم نقول لهم إياه، هيدي قضيتنا، هن بيمثلوا كل البلد. هيدا التفجير هو مثال على وضعنا بلبنان. نحن فايتين حاملين هيدي القضية مش بس بقلبنا، ما بقى نحكي شعارات، فايتين نقاتل بكل شي عنا لوين ما وصلنا، نقاتل بكل شي عنا لنقدر نرجع حقوقنا كلبنانيين من خلال نعتبر حالنا نحن أهل الضحايا. طب اليوم السؤال اللي بات معروف، ربما لن تصوتوا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتنزلوا ورقة بيضاء، شو صار بالمفاوضات بآخر الساعات الماضية؟ هل سيكون اسم جديد؟ نحن أول شيء نحن ما بنعمل مفاوضات، نحن فايتين كتغييريين منتخبين من الناس، بنعمل رأي وقرار الناس اللي انتخبونا. نحن فايتين ما نصوت للرئيس نبيه بري، جوا بتعرفوا كيف رح نصوت. سكاف حطعتوا صوتكم لمين بالنائب بالرئيس؟ ببين بعد الجلسة. شكرا لك. كنا مع النائب وضاح الصادق اللي وصل بهيدي الأثناء إلى الوقوف عند أهالي الضحايا. حنكفي مع النواب الجدد، ولكن بالبداية خلونا نحكي مع أهالي الضحايا. صباح الخير ويعطيكم الصبر إذا فينا نقول. اليوم هو انتخاب مجلس نواب جديد، النواب الجدد رح يفوتوا لجوا، عنا رئيس جديد سيتم انتخابه، ولكن قرروا بأنه تكون البداية معكم من هون، شو بتقولوا لهم للنواب الجدد؟ إذا بدي بلش سلبيا، في اثنين نواب موجودين عليهم مذكرات توقيف، هن اليوم بيكونوا بالمجلس. هيدا شيء مش سلبي، هيدا عار على على علينا كشعب متحضر متعلم تيكون في حمل عليه مذكرات توقيف. اثنين، إذا بدنا نحكي إيجابيا، نحن معولين على 13 نائب هلا موجودين، هم صوتنا، صوتنا بقلب المجلس. كنا قبل نطالب بالشارع، اليوم عم نطالب باسمهم، باسمهم إلهم. إن شاء الله نوصل الحياة، خلونا نجرب ونوصل. شكرا لك. شو سعادة النائب إبراهيم منيمي، يعطيك ألف عافية. يعني نحن على الهواء. طيب يلا تفضل إبراهيم، إذا حياخد الصورة التذكارية بهيدي الأثناء. وضح الصادق وأيضا حليمة قعقور اللي موجودة هلأ، رح نجري معهم المقابلات لحتى كمان نشوف شو بدهم يقولوا للأهالي. الدكتورة حليمة، الدكتورة حليمة، وين بيت النواب؟ مثل ما بنعرف اليوم هو نهار حافل، متوقع بأنه يكون في مفاجآت كبيرة داخل مجلس النواب. كتير أهالي الضحايا اليوم عم بيعولوا كتير على، بدك تقولي شيء؟ في بيان رح يتم قراءته، في بيان بدون يقروا إذا بدكم الميكروفونات أو شيء. إيه؟
خلينا كمان سعادة النائب ياسين ياسين وصل سيتم خلينا يعطيكم العافية. يلا اجوا. دكتور رامي. دكتور نانا بالشمسات. يلا. ايميلي فيكي تشرح شوي. ايوه ثانك يو. دكتور جادي تفضل. كمان حنشوف فينا نبلش؟ يلا. يا حبيبتي طيب رمضان يا حبيبتي طولي بالك خلينا نعمل صوره واحكوا اللي بدكم اياه تفضل خلينا ننطر بعد لا يكتمل النصاب قافدين سما نروح ضحايانا وشهدائنا بمرفا بيروت لا صعبه صعبه ليه معناتها الميكرو وقف انا تحت بنزل لتحت بداية بدنا نشكر النواب جميع النواب لأنهم جعلوا بداية مشوارهم مرفق بيروت وقضية انفجار المرفق من بعد ما استمحل الظلم والاستهتار بقضيتنا وبسبب تعنت بعض أصحاب القرار بتعطيل القضاء نطلب منكم المساعدة المساعدة حتكون رسالة شفهية منا ل 13 نائب هني صوتنا صوت كل ضحايانا بقلب المجلس أولا العمل على تمرير واحد العمل على تمرير مرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز والذي قام بتعطيله وزير المالية يوسف خليل بطلب من رئيس مجلس النواب وبناء على اعتراف لنا طبعا هو رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية 2 التصويت على التعديل على القانون
اللي بينص على انه الغرامة القضائية لا تتجاوز 80,000، نطلب بان تصبح دون سقف طلبات الرضية اللي عم تتعامل معنا. كاتب منع والوقوف في وجه لعبة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لأنه ليس من العدل أن يحاكم المجرم نفسه. 5، إقراج قضية انفجار المرفأ بيروت من التجاذبات والتدخلات السياسية وفاق قيود المحقق العدلي، ويتمكن من العودة إلى تحقيق إلى التحقيقات. 6، نطلب بالضغط لتنفيذ مذكرات التوقيف المتهمين وسوقهم إلى السجون. 7، إسقاط الحصانات على عن جميع المتهمين بانفجار المرفأ ليتمكن القاضي من التحقيق معهم وسوقهم إلى العدالة. يعطيكم ألف عافية. بس خليكم شوي، بليز خليكم شوي. الكاميرا بترجع اول شيء بتصورها هلا. الكاميرا هي بترجع اول شيء بتصورها بلا انترفيو هلا. إذن كنا قد استمعنا إلى كلمة أهالي الضحايا. يعني خلينا نحكي مع مارك دو النائب. زيح الكاميرا عليه. سعادة النائب مارك دو، يعني اليوم البداية ما قبلتوا إلا أن تكون من هون من قدام تمثال المغترب، سمعت كلمة الأهالي، شو بتقلون؟ نحن واقفين معهم، وهيدي قضية من القضايا يلي نحن بتصور فرزت الرأي العام اللبناني كلياته، لأنه قضية حق. ولما شفنا مجرمين متهمين قيد التحية عم يتهربوا فارين من العدالة بدو يفوتوا على البرلمان، نحن ما نكون صوت هول الأهالي، لأنه هول أهل الحق. شكرا لك. لبنان جديد، هودي هم بل نحن كلنا، وطمنوا بالكم. نحن مقصود ألف مصروف، ونحن حدفنا وراكم للآخر. كمان عن كفي سعادة النائب الياس جرادي، كيف متحمس اليوم للدخول على المجلس؟ نحن تحمسنا لتحمل المسؤولية. دخول المجلس هو عمل تنظيمي، وإنما كان الحماس لتحمل المسؤولية، وهي اللي حسينا فيه من الأول. حتنتخبوا الرئيس مجلس النواب نبيه بري؟ نحن عندنا موقف 17 تشرين، رح يترجم جوا كلنا سوا إن الله رب. بعد أما شو بالنسبة لاسم نائب الرئيس كمان؟ نلتزم مفاجأة، نلتزم مفاجأة بقرارات 17. شو رأيك اليوم أنه الكتل السياسية كانت ناطرتكم مبارح لتشوف على شو بدكم ترسوا من الأسماء تتبني على الأسماء الاسم خصوصا نائب الرئيس؟ هن حقهم ينستنظرونا، ونحن حقنا نبدي برأنا كمان، هيك الأمور بتصير. شكرا لك أيضا. خلينا نكفي المقابلات. سعادة النائب بولا يعقوبيان، يعني اليوم منعرف ملف انفجار مرفأ بيروت هو مهم جدا بالنسبة للأهالي، اليوم بمثابة ربما عم بيذكروكم فيه، أكيد أنتم منسيتوه، ولكن بالمقابل بينتظروا منكم تعهد بهالإطار. شو نحن أصرينا أنه نبدأ مسيرتنا من هيدا المكان، ونرجع نأكد مرة جديدة موضوع العدالة هو موضوع أساسي وضروري، ولح نحمله 4 سنين بكل المجالات، بدءا من هيدي القضية المركزية اللي هي تفجير مرفأ بيروت، وضحايا الانفجار لح يكونوا بقلبنا وبعقلنا كل الوقت، ولح نشتغل لكي تتغير الأمور، وما تبقى التحقيقات وما تبقى العدالة على هذه الشاكلة، لبل إن نوصل شي مرة نعرف الحقيقة بهالبلد. هل رح نحن منتظرين اليوم تكون معركة الورقة البيضاء، أو حيكون في اسم مفاجئ؟ بدنا إياكم تتابعوا وتشوفوا، لأنه هيدي المرة الأولى بعتقد هنالك غموض تام للطبقة السياسية، ولكن كثيرين ما في نتائج معلبة مسبقا، ما بيعرفوا شو رح تكون نتيجة هذا النهار، وبعتقد لأول مرة يمكن شوي عم بيتعرق ومش عارفين شو عم بيصير، وهيدا لحاله تغيير. كل شيء كان يتعلق بالخارج يتخرج بالمجلس، اليوم في انتخاب حقيقي. شكرا لك ايضا. سعاده النائب حليمه كعكور، يعني حليمه ما بدك اللقب؟ بلا، ما بدنا كلنا اللقب، بلا سعاده وبلا معالي، جايين موظفين نشتغل شغلنا ونفل، سو بليز.
اليوم الكل منتظركم حتى يعني كل الاعين واذا بدي كل وسائل الاعلام ناطرين دخولكم الى المجلس وعم بعولوا على قدرتكم على التغيير. حتبداوا من اسم رئيس مجلس النواب وحتكفوا باسم نائب الرئيس. ما يعني بنعرف انه حتى ساعات الليل كان الكل ناطر انتو شو حيطلع منكم اسم عاشور سيتو. اكيد مش رح نصوت للمنظومه، اكيد ما رح نصوت لنبيه بري، بس بعدين هلا بتشوفوا كيف رح يصير التصويت. معقول يكون مع غسان سكاف صوتكم لإله؟ ما نشوف. إذا أنا عم نشوف بأنه هناك تكتم كبير، خلينا نكفي مع النائب إبراهيم منيمنة اللي أيضا موجود بساحة. ساعات النائب يعني منعرف بأنه الكيوم والمستغرب بأنه حتى امبارح كانت الكل وحتى لهلأ لا تفضل لهون بس كرمال الكاميرا الكل ناطركم حتى يشوفوا انتو مين حتصوتوا. يعني هيدي مفارقة عم نشوف كمان بأنه محمد رعد وغيرهم عم يتوجهوا لإلكم بالخاص. شو بتقولوا لهم اليوم وهل وصلتوا إلى اسم واحد بيجمعكم؟ نحن كتكتل حبلش من الاخر، نحن كتكتل وصلنا لاتفاق، نحن ما حنعلم كيف تصويت لنشوف كيف حتكون التصويت مجلس النواب، بس اكيد نحن ما عم نصوت لاي حدا من رموز السلطه، هيدا واضح. بالنسبه لقوى المنظومه اللي عم بتحاول تقرب للتغييرين واللي شايفين مشهد اليوم الكل شاعر بعتقد بغضب الناس، واللي نحن ممثلين له اليوم داخل البرلمان، كنا قبل ما بالشارع مع الناس واليوم داخل المجلس عم نوصل صوتهم، وهيدا النوع من التعامل معنا ما بيدل الا على انه هن متخوفين من غضب الناس بالشارع، وانه نحن تعبيرنا عنه داخل مجلس النواب حيلاقي اصداء وحيأثر حتى على شعبيتهم، شفناها تراجعت بالانتخابات، فمن هالمنطلق انا بفهم كيف هن عم بيفكروا، اليوم انظار الناس ان علينا كيف عم نمارس نهجنا وهيدا حقهم، لانه نحن طلعنا من الناس ووعدناهم انه نكون شفافين ونحن تحت المحاسبه غير النواب اللي هن تابعين للاحزاب التقليديه وللزعماء اللي هن خارج المسائل والمحاسبه، يمكن الناس اول مره عم تشعر بقدرت على ايصال ممثلين لها وتحاسبهم، وهيدا الشعور كثير حلو من بعد ما كان حاسس صوته مخطوف. حتصوتوا اليوم، حتكون معركة الورقة البيضاء أو حتروحوا صوب غسان سكاف؟ شو ما رح صرح لك يا عزيزي ولا يهمك، لكن خلاص تم الاتفاق وهيك يفجرون ربما مفاجأة المجلس النواب. الكل عم ينتظر اليوم كيف رح يصوتوا هؤلاء النواب الجدد المستقلين. خلينا ايضا ناخذ بعض النواب الموجودين بالساحه. فراس حمدان كمان واحد من هؤلاء الاشخاص. فريق لو سمحت ممكن بس بدنا نمرق. ما انا عامل ستوري عنه بس بدي فوت اعمل ساعات النائب. يعني بعرف المقابلات كتير عليك ولكن اليوم لابد من الوقوف. عم ياخذوا الصور التذكارية مع ربما المحبين والسلفي. بس خلينا بس نعمل الانترفيو. سعادة النائب فراس حمدان، اليوم هل سنكون امام معركة الورقة البيضاء داخل مجلس النواب؟ واصلين واصلين على المجلس وخبرتهم شو رح يصير جوا. شو رح تقولوا اليوم للاهالي اليوم عم بيعاودوا تعهدوا لهم؟ هي تعهد تجاه انفسنا، مش بس اهل الضحايا، هيدي قضية وطنية اليوم. رح نكون مش بس ملتزمين، هيدي قضية مست كل لبناني، مست أهلينا ومست مستقبلنا ومست انفجار صار ثالث أكبر انفجار بالتاريخ. هيدا موضوع مش وطني بس، هيدا موضوع إنساني. رح نكون مش بس داعمين، رح نكون ملتزمين فيه لآخر محل بكل السلطة. قلبك قد إيه عم بدق؟ يعني أنت كنت من المتظاهرين خارج مجلس النواب، اليوم عم تدخل لإله الباب على عريض، يعني مع لقب كمان. لا اليوم الناس هي اللي عم تدخل على مجلس النواب، كانت طول عمرها كانت حياتها السياسية وحياتها البرلمانية وكل السلطة السياسية هي خارج إطار اليوم إذا بدك مشروعية الناس. اليوم في مشروعية من خلال هذا النبض اللي كان بالشارع موجود 17 20 عم بيتكرس هو ذاته، هذا النبض بنفس
بنفس القوة وبنفس العزيمة جوا مجلس النواب. شكرا لك على هذه المداخلة. مثل ما عم نشوف سينتقلون سيرا على الأقدام إلى ساحة الشهداء، ومن بعد ساحة الشهداء سينتقلون إلى سيدخلون إلى مجلس النواب. عم نشوف الأعلام اللبنانية، هيدا الجو جلسة مجلس النواب. فإذا من الواضح اليوم ربيع هنبعد شوي عن الأصوات لحتى نقدر نتحدث لإلكم ونشير. يعني من الواضح بأنه اليوم النواب المستقلين والتغييريين اللي وصلوا إلى مجلس النواب وتم انتخابهم من قبل الشعب اللبناني، اليوم ما بدهم يصرحوا عن اسم نائب رئيس مجلس النواب اللي عم بيصير جدل عليه حتى هيدي الساعة. كتلة القوات اللبنانية لا تزال غير لم تحسم بعد قرارها باسم نائب الرئيس أو حتى دعمه، بانتظار ماذا سيقول هؤلاء المستقلين. من الواضح بأنه بحسب ما قالوا لنا وتحديدا النائب إبراهيم منيمني بأنهم لن يضعوا يدهم إلى يعني مع طبعا الكتل السياسية بهيدا الانتخاب وبالجلسة الأولى. طبعا لن ينتخبوا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيكون في مفاجآت، هل سيكون في دورة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، من أي دورة رح يطلع الرئيس مجلس النواب، كيف رح تتوزع الأصوات، وماذا عن نائب الرئيس. كلنا رح نشوف وبانتظار بدء جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11:00 قبل الظهر. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعم.